انضم الينا عبر الهاتف الدكتور محمد الشواد في استاذ التمويل والاستثمار جامعه الزقازيق. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، تحياتي لسيادتك والساده المشاهدين. صباح الخير لحضرتك، والعنوان بيؤكد انه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيولي اهتمام كبير بالمراه المصريه، وده الحقيقه في قطاعات مختلفه، وتم تمكين المراه في اكثر من قطاع وباكثر من صوره، لكنه للمراه دور في التنميه الاقتصاديه. تفسير حضرتك لهذا العنوان. الحقيقة المرأة المصرية باعتبار أن لها دور كبير جدا في التنمية ودور كبير جدا في الثقافة والتربية، كانت محور اهتمام الدولة المصرية خلال السنوات السابقة نظرا لما تقوم به من مجهودات ونظرا لما قامت به من جهود ولنجاحاتها عندما تولت المسؤولية، فكانت نعمة القائد والرائد واستطاعت أن تنجح بما كلفت به. وبالتالي هذا يعكس أن هذا نصف المجتمع الذي نعيش فيه من وصلت إليه المرأة من تعليم وثقافة ومسؤولية ووطنية وفي كافة المحافل الوطنية والسياسية كانت المرأة لها دور. من هنا كان تركيز الدولة في التنمية باعتبار في الصناعة، في الزراعة، سيدات الأعمال، في كل المجالات. فهذا ليس جديدا على المرأة المصرية وليس جديدا على الدولة المصرية. المصريون يقولون اهتماما كبيرا جدا بالمرأة، والدولة تقول اهتماما جدا بالمرأة، والمرأة أثبتت نجاحها فيما كلفت إليه، وبهذا ده كيان مجتمع ودولة عصرية ودولة قوية لا يمكن أن تبنى إلا من خلال التعاون بين المرأة والرجل. طبعا الاهتمام بالمرأة ليس فقط من الناحية الاقتصادية، هذا توضيح، لكن من النواحي كافة. احنا بنناقش فقط يمكن هذا البعد في هذا الخبر، وتصريحات الوزيرة تختص بهذا البعد، لكن طبعا هناك كل الجوانب والقطاعات التي تولي بها الدولة ومصر الاهتمام للمرأة المصرية. المرأة هي يعني مش عايز اقول نص المجتمع، هي كل المجتمع تقريبا. صحيح. يعني وانت واقفه هنا بقول كلام تمام يعني عليك. طيب مع سيادتك اللي عايز اقوله ايضا فكره الربط ما بين تنميه المراه في مصر والبعد الافريقي والعربي والتقاء البعدين هنا في مصر، باعتبار مصر مركزيه في المنطقه وبوابه للقاره الافريقيه في هذا المضمار ايضا. خلينا نتكلم على ان مصر تعود بقوه لوقعها الافريقي وحضنها العربي. وبالتالي في هذه الحالة كان هناك نوع من القصور في الفترة الماضية أو في بعض فترات التاريخ على الدور الإفريقي. عندما تعود مصر، ومنذ أن كان مصر هي رئيس الوحدة الإفريقية وكان الرئيس السيسي الحقيقة كان بيولي اهتمام كبير جدا بريادة مصر في المنطقة الإفريقية، وده بيقول لنا إن احنا لازم نشوف أفريقيا بشكل آخر. أفريقيا سوق كبيرة متنوعة وهي عمق استراتيجي مصري للدولة المصرية، وبالتالي لابد من إقامة مشروعات استثمارية مشتركة تسهم في العلاقات بين مصر وأفريقيا. كمان لازم نشجع التبادل التجاري الإفريقي الإفريقي، لأن حضرتك التبادل التجاري لا يزيد عن 12% أو 13% ما بين الدول الأفريقية، معنى ذلك أن هناك 87% من التبادل التجاري بين أفريقيا ودول أخرى غير أفريقية. إذا في هذه الحالة لابد من التعاون الإفريقي الإفريقي، وده بيدخلنا في عدة محاور. المحور الأول هو لابد من إقامة مشروعات استراتيجية واستثمارية مشتركة بين الدول الأفريقية المختلفة. المحور الثاني لابد أن نشجع الواردات الأفريقية الأفريقية والصادرات الأفريقية الأفريقية حتى يمكن أن يكون هذا دعما لميزانها التجاري ومعالجة للاختلالات الهيكلية الموجودة في ميزانها التجاري. هذا من جهة. من جهة أخرى لازم يكون هناك الحضارة الأفريقية موجودة، والأبناء الأفريقيين أو الجامعات الأفريقية والثقافات الأفريقية تعرفها وتتعلم منها، وده يتطلب مننا عدة حاجات. نشر الثقافة الأفريقية ونشر التعاون الأفريقي زائد تبسيط الإجراءات ومعالجة الإختلالات الهيكلية اللي موجودة. وده يقول لنا إن لازم يكون هناك دفعة في الإنتاج الأفريقي الأفريقي، الإنتاج تام الصنع ونصف التصنيع، لأن حضرتك حتى الـ 12.8 أو الـ 13% التبادل التجاري ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن تبادل زراعي أو تبادل مواد خام،
وده بيقول لنا ان هو التشابه الافريقي ده هو الحد. يبقى اذا هنا لابد من التنوع الافريقي في الصادرات والواردات. ده يقول لنا ان لابد هنا ان لازم السياسات الاقتصاديه الافريقيه تتم في ضوء تكامل، وان يكون هناك التكامل بين الدول الافريقيه، ويتطلب ذلك اقامه تكتلات افريقيه داخليه علشان تقدر تواجه العولمة اللي موجودة وطغيان العولمة. من هنا كان دور الدولة المصرية وتعليقات سيادة الوزيرة هو إدراك لأهمية الدور الإفريقي وإنشاء المناطق القارية أو الإقليمية حتى تستطيع أن تنجح أفريقيا بتجارتها، وأن تنجح أفريقيا بعلومها، وأن يكون صحيح. أفريقيا ذات رقم كبير في التجارة العالمية، لأنها أكبر قارة شعوبا وأكبر ومصر قارة. ومصر دائما هي بوابة الاستثمار لأفريقيا. بشكرك دكتور محمد الشواتفي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة الزقازيق، شكرا جزيلا لحضرتك. صباح الخير يا دكتور، شكرا جزيلا ليك.